مساء الخير يا سيد المعلمين. مساء الأرض يا أبوخ نايم. ليه كده المقابلة كده يا معلم على الصبح؟ معلش أنا مخنوق لسه مستبح. يا معلم ده أنا بحبك وجاي لك في خير. خير؟ خير إن شاء الله. ده خير وخير قوي كمان يا معلم. وإيه الخير اللي هيجي من وراك يعني؟ طب مش الأول نتفاهم نتكلم مع بعض شوية؟ هنتفاهم على إيه ونتكلم في إيه؟ طيب قبل ما نتفاهم اطلب لي حاجة أشربها، أي حاجة. أنت سبون سعيد يا أقشع. نعملين يا سيدي المعلمين. شوف الحيوان اللي جنبي ده يشرب إيه. حاضر. تشرب إيه يا أستاذ؟ وحياتك واحد قهوة بس معلقة سكر واحدة عشان السكر على عندي. وعندك واحد شاي خفيف سكر بره. وأنت أخبارك إيه يا معلم؟ طمنا عليك وعلى أحوالك وعلى صحتك. الواحد دايما يحب يشوفك. انا يا سيدي الحمد لله الدنيا ماشيه معايا. انت خير جاي في ايه؟ لا جاي في خير، ده انا جاي لك كده وطالبك في شغل. نفسي اشتغل معاك وابقى جنبك يا سيدي المعلمين، وابقى جنبك واشوف وشك السمح ده كل يوم واصطبح بيه. اه قول كده بقى، قول ان انت جاي عشان شغل. ويا معلم اطلب لي حاجه، ويا معلم تعالى نتفاهم، ويا معلم نتكلم وي وفي الاخر جاي لي عشان شغل. لا يا حبيبي احنا مش هنا قوة العاملة. ده انت عسل يا معلم، ده انت سكر، ده انت احسن من قوة العاملة ذات نفسها. وفي حد غيرك؟ ده انا قعدت كده افكر من امبارح وقاعد مش عارف انام، اقول يا واد يا محسن اجي فين واروح فين؟ ما لقيتش غير على بال المعلم هروح له عشان هو ده بس اللي هيشغلني. شغلني يا معلم عندك اي حاجه؟ لا صعبت عليا اهو. وانت بقى يا حليله ناوي تشتغل هنا ايه؟ شغلني في القهوه معاك يا معلم، حتى كل يوم اصبر عليك اجيب لك الشيشه المخصوصه يا معلم. انت هتجيب الشيشه؟ اه ده انا احسن واحد يعمل شيشه. امال ايه لازم يتحوش؟ انت يابا ما تدري يومين افكر بيهم واتكلم معاك بعدين. يا معلم شغلني اي حاجه يا معلم هنا في القهوه. لا يا حبيبي يومين وارد عليك، تعالى بعد يومين ويلا شد عجلتك. طب يا معلم همشي واجي لك بعد يومين، بس كده مفيش حاجة لمحسن حبيبك تحت الحساب؟ يا دي النيل السود، أنت ليه محسسني إن أنت جاي تشتغل هنا بقالك شهر وجايب؟ يا معلم ده أنت الخير والبركة وأنا ماليش في الدنيا غيرك. طيب يا سيدي. ده أنا منك لله. هذا نار بيدلك. ودي أنا عشان أنت جدع وراجل أنا أحبك يا هو. ربنا يخليك ليا يا معلم وحشنيش منك. دول خير قوي، خير وبركة يا معلم تسلم لي. وانت اول ما هشتغل هنا هتتبسط بيا على طول. لا ما تخافش، ما دول خير من اول ما رقت من امك. تمام ماشي مش مشكلة يا معلم، خير وبركة. تمرني بأي حاجة يا سيدي المعلمين. لا حبيبي شد عجل يا سلام واجيلك بعد بكرة. يلا حبيبي. سلام. حبيبي. ده